1350. شوف طبيعة شغلك. أنا مرسلة الطائرات وأتأكد من سلامة الطائرة والركاب. كيف تصلحين الطيارات؟ عندنا كتاب كبير وهو دليل صيانة الطائرات، فيها كل مشاكل الطائرات وكيف نحلها خطوة بخطوة. إذا أنا بكون طيار شو تنصحيني؟ أنصحك تكوني واثقة من نفسك ومن طموحاتك، وأنا متأكدة إنك تقدرين تكونين طيار في المستقبل. شو أصعب شيء في شغلك؟ هو أن يتأكد من سلامة الطائرة قبل الإقلاع وسلامة الركاب. نحن جيل اليوم ونحن جيل المستقبل، نتعاون من أجل الغد.